يا اخي والله ما ليك عليا حلفان. مباراه تجيب لك الضغط، مباراه تجلطك بعيد عنك، تخليك باصص للسقف كده وتقول لماذا نحن هنا؟ وايه ساسونا ده؟ انت المركز السادس يا معفن يا ابن المعفن، محسستني ان انت بتلعب على الصدار؟ رصيت لي 10 لعيبه كده واخد بالك عند الدفاع بتاعك وموت المباراه ومخلي المباراه ممله بنت ممله، وبتلعب بجارسيا بتاعك دوت مهاجم اوحد، وعنده 2 بالمناسبه في قلب الدفاع اسمهم جارسيا، تقريبا الثلاثه جايين يمثلوا فيلم كده رضا. انا مش فاهم حاجه يا والله العظيم ما فاهم حاجه. عم كارلو انشيلوتي مش قادر يفصل ما بين المشاكل الزوجيه وما بين ريال مدريد، مراته تزعق له هو مش قادر يتنفس، ابنه ما يسمعش كلامه وعايز يفرغ طاقته فبيفرغ طاقته في التشكيله، فتلاقي التشكيله النهاردة نص الملعب تلاقي الوادي اللي اسمه كروس وعندك تشاوميني وعندك سيبايوس، مجموعة بسم الله ما شاء الله تجيب لك كورونا، والله تجيب لك كورونا حتى لو بتتفرج على التلفزيون. سيبايوس ده مالوش تفسير عندي غير انه بيلعب مع ريال مدريد، الراجل المفروض ان هو ما يلعبش في الدوري الاسباني اساسا، يعني غير ان امه بتدعي له في صلاه الفجر يا ربي يا سيبا تلعب في ريال مدريد، يا ربي يا سيبا اشوفك متالق في ريال مدريد. النهارده سيبايوس بيلعب اساسي وفالفيردي قاعد بره والواد اللي اسمه كامافينجا قاعد بره، علشان سيبايوس ولا بيلعب في نص ملعب ولا اي حاجه، بيعطل الهجمه وخلاص وتلاقيه بيلعب مهاجم شويه. وبالمناسبه رودريجو جاي من البرازيل سكران، اسمع مني بقى، رودريجو لازم يتحلل، لان رودريجو النهارده مش قادر يصدق ان هو بيلعب جناح ايمن، شويه تلاقيه جنب كريم بنزيما وعمال يفضفض له بقى في الفتره اللي غاب فيها كريم بنزيما ويحكي له الرجاله كانت بتقول عليه ايه من ظهره تقريبا ولا ايه، شويه يروح لفينيسيوس جونيور ويقول له بيضربوني في واد اسمه كروز عندهم في اساسونا مش عارف اعدي منه ولا عارف اي حاجه، ففينيسيوس جونيور يقول له ما عندي الناحيه الثانيه فيدال ناتشو لا عارف اعدي ولا عارف اتنين ولا اي حاجه، والمباراه فكت في الدقيقة 24 أو الدقيقة 25 عشان فينيسيوس يشوف كورة أنا لا عارف هو شايطها ولا رافعها ولا إيه، بس هي تقريبا مش مقصودة، هو تقريبا عرضية علشان تخش جون. وبمناسبة العرضيات في 30 عرضية اتعملوا النهاردة، ريال مدريد فضل طول المباراة عمال يرفع وعمال يعرض وعمال يرفع، 21 عرضية استلمهم فريق أساسونا، قطعهم فريق أساسونا، 9 عرضيات فقط استلمهم ريال مدريد وما عملش بيهم حاجة. كان الحل الامثل انك تطلع كريم بنزيما، وانا اسف في اللي انا بقول، الراجل بقاله شهر ما بيلعبش وراجع من اصابه وعنده حساسيه المباراه لسه، يعني خلاص خليه يلعب 45 دقيقه يا عم كارلو انشيلوتي بدل ما انت قاعد مركز في اللبان، عمال تاكل في اللبان وعمال ترغي مع ابنك وسايب المباراه، سايبنا عمالين نتهان، الكوره مش عارفين نقطعها، اللعيبه بتاعه اساسونا عماله تموت في اللعب، عبد الصمد الزلزولي عمل مباراه قويه جدا على كارفخال، ورودريجو اللي ما كانش بيرجع، كريم بنزيما بالمناسبه كان فضل قاعد موجود في منطقه الجزاء ما شفتوش عدى نص الملعب، الراجل تقريبا نازل مجد، كان هيجيب هدف حلو في الشوط الاول ولكن الكوره ما مشيتش معاه، تسيبه ليه يكمل الشوط الثاني وهي جت ضربه جزاء وقلنا هتفك حبتين وكريم بنزيما هيرجع والحكومه هترجع ويرجع ينافس على الهداف، ولكن كريم بنزيما من بدايه الموسم حاسس ان في حاجه غلط، حاسس كده ان الموسم بتاع 2018 بيهفهف كده من بعيد، معرفش كريم بنزيما مال، عشان يشوط ضربه جزاء في هيريرا تخبط في العارضه، وبمناسبه هيريرا تحس ان هيريرا بيرجعنا لزمن الفن الجميل يا عزيزي، والله العظيم تحس ان انا بتفرج كده على الكابتن ماجد وبسام، لو اتشاط عليه كره تنس هيصدها، هيريرا كان واقف بالمرصاد وكان تحس ان المباراه عنده دي حياه او موت، عكس الحارس اللي اسمه لونين، يعني اول تسديده شاطها اساسونا وبالك في الدقيقه 27، قلت خلاص الدفاع كده في امان، مع اني انا قلابه مش مقتنع بيه في قلب الدفاع خالص وهبالك ما يعني ما بيطمنيش، ورودريجو نفس الكلام، حتى جري رودريجو تحس ان هي غريبه حبتين، الاقي اساسونا في الشوط الثاني اقول في ريال مدريد ما اللعيبه تنزل يا جماعه، الاقي اساسونا بيلعب لوحده في اول دقائق في الشوط الثاني علشان كيكي جارسيا دوت وعبالك يجيب كره بالهيد، وانا ما اعرفش الحارس بتاعنا اللي اسمه لونين، انت مش لونين ده انت بثلاث الوان، انا مش فاهم لك يا ابني والله العظيم، كورتوا فعلا كان فارق جدا في المباراه دي، الراجل بيتقدم شويه وروديجر بيتقدم حبتين والواد الكيكي جارسيا بيلعبها بالهيد يحطها في المقص عشان يبقى هدف التعادل، طب يا جماعه هنعمل ايه؟ هنتنين نعمل ايه؟ طلع رودريجو طلع رودريجو شويه، احنا عارفين ان رودريجو بينزل في الدقايق الاخيره بيجيب لك اهداف حاسمه، بيصنع لك الفارق، لقيت ان رودريجو الكره مش ماشيه معاه وبتاع طلعه، مصمم انك تلعبه وتعامل معاه لانه شريك كسر، طلع ميتين امه شويه وابقى نزله، رجه كده وقول له انزل يا رودريجو،
انما لما نزل كارفاخال لما نزل كامافينجا ونزل الواد اللي اسمه فالفيردي طبعا حس كده ان الدنيا اتحركت حبتين، الشكل كان حلو حبتين، بس برضه ما عرفناش نخرج بالمباراه. 3 نقاط والصداره راحت لبرشلونه. ولما تيجي تتفرج على الجدول كده انا عايزك تلاحظ حاجه، هي سيبك من فرق الاهداف ولا اي حاجه، ولكن برشلونه لحد دلوقتي جايب 19 هدف دخل في مرمى ايه؟ هدف واحد. اذا الصافي 18 هدف، ريال مدريد بقى جايبه الصافي ده اللي هو 18 هدف ودخل في مرمانا 7 اهداف، اذا الصافي 11 هدف، يبقى في مشكله في الدفاع، في خلل كبير قوي في الدفاع ولازم نشتغل عليه، دفاع برشلونه من حديد. الكلاسيكو الحد الجاي اللي بعد، الكلاسيكو هو اللي هيحدد مين متصدر الدوري مؤقتا، لسه طبعا في الدور الثاني ولسه ما نعرفش لحد دلوقتي مين اللي هيقدر يفوز بيه الدوري الاسباني، ولكن ان شاء الله هكون مدريدي، ولكن لازم تشتغل على الدفاع يا عم انشيلوتي، ولازم تسيبك من اللبان حبتين وما تستهترش بالمباراه، وسيبايوس ده ما ينفعش انك تبدا بيه، واسينسيو لازم كنت المفروض تنزله في الشوط الثاني مدام رودريجو. رودريجو النهارده ما ادكش كوره، رودريجو النهارده كان ضايع وقلت لك كان سكران، كان المفروض ان انت تسحب. الفيفا مدياك 5 تبديلات عشان تستغلهم مش عشان تسيبهم جنبك في وقت زنقه، مش لازم تنزل كل التبديلات في الدقيقه 70 والدقيقه 80 والدقيقه نيه على دماغك، كنت نزل التبديلات دي من بدايه الشوط الثاني، كان المفروض كريم بنزيما كان يريح، الراجل جاي تعبان الله يحرقك، ليه تخليه يلعب مباراه كامله؟ خصوصا لو تتابع على المباراه هتلاقي ان كريم بنزيما ما كانش بيعدي نص الملعب، كريم بنزيما لا كان بيرجع ولا كان بيساعد ولا كان بيعمل اي حاجه، ولا عارف يسحب لعيبه ولا مدافعين ولا نيله ولا بتاع، وهم كانوا خانقين المباراه تماما. في الاخير يا عزيزي هي ليله وعدت بقى، انا مش متضايق، انا ايه اللي هيضايقني؟ ايه اللي هيضايقني يعني لما برشلونه تبقى هي المتصدره يعني؟ ومتصدره ايه ده؟ متصدره فارق اهداف، مش متصدره نقاط ولا اي حاجه، الموضوع ما يضايقش خالص، وبعدين ده جلد منفوخ وكله عمال يجري وبيضيعوا وقت عليهم واحنا هنتضايق ليه اصلا؟